ونتمنى ولك النجاح في الولاية تاعنا هذه، ولاية يعني فتية ويعني فيها منتجين تاع ثروة يا خيرك يا ربي. وراك تشوف احنا كمهنيين وكمنتجين يعني في جميع الاختصاصات. انا في الحقيقة سيريالي مكثف حبوب، ودائما نمارس الفكرة تاع 50 و65 بنطار في قطار. الحمد لله العام الاول درنا على مستوى ريجيونال، لحقت ان بصعنا في العصير ما نكونوش يعني، ولكن طبق المسار التقني بحذافيره. صغير وكبير في الانتاج. هو كبير وبفضل يعني الصيد البحري زودونا سابقا بهذه السلاله هذه، درناها في الباصين، عندنا باصين كبير. واليوم فيها 800 متر كيوب. فهمت؟ يعني وراها ما شاء الله عندنا انتاج ما شاء الله، الفاميليه كاع راها تاكل منه. لحد الان ما نتسوقوا احنا خاطر شي فاميليه كبيره، اللي خاص يروح يدي الحشيه العجوز تو واحده فيها 2 كيلو يطبخ لا باس عليه. فهمت؟ وراك تشوف ماك جاي على الطريق. ها؟ لا ماني جاي على الطريق. لا ما نسمحش الناس غرباء يصيدوا، خاطر شي يكون يصيدوا يدوه كاع. يعني في لها عائليه ولا كاش واحد. سيدي الوزير بالنسبه للسنه هذه يعني هذا الفوائد تاعو كيكون في الماء. الفضلات تاعو جد غنية، يعني فيها مواد تنفع يعني ما في السيريال ما في البطاطا تقدر تدير بيو وما تخافش، يعني لأن القمح نتاعو والله البطاطا كي تكون نسبة ضئيلة رايحة تمد إنتاج خير من اللي نديرو له. وفي أولا ثاني نتفادى من المواد الكيميائية. عندنا اعتبارات وهكذا في الكل. ما فيهم Depuis 2010, on a ensemencé 550 000 albins. هذا من توش تاع هذه، وهذه من توش تاع فلاح.